السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نبدأ معاكم مشاهدينا الكرام حلقة جديدة من برنامجكم حياتنا. مساكم الله بخير مشاهدينا، مساك الله بالخير نايف. مسيك بالنور. طبعا احنا كل يوم نقدم لكم موضوعات جديدة وفقرات جديدة، خاصة نقدم لكم اليوم جولة من أهم الفعاليات التي تقام في الدولة، كما نسلط الضوء على مجموعة من الموضوعات الهامة، منها دراسة مسحية عن توجهات الشارع القطري في فترة الحصار، كما نرصد في حلقة الليلة أهم معايير ومتطلبات الصحة والأمن والسلامة في المدارس القطرية. بالتأكيد يعني احنا دائما نطلع على هذه الأمور وتكون لنا رؤية فيها، خاصة بالنسبة للتفاصيل هذه اللي احنا نعيشها في هذه اللحظات.